بسم الله. النهارده هنبدأ مع بعض درس توزيع السكان على خريطة مصر. هو الدرس بيبتدي معانا بيفكرنا ان سطح مصر هنلاقي فيه سهول او جبال او هضاب او منخفضات. طيب بيجي يسألنا، هو السكان مصر بيتوزعوا بالتساوي على كل ارض مصر ولا لا؟ قال لي طبعا لا. طب ازاي؟ قال ان السكان مصر اغلبيتهم بتركزوا في حتتين بس. قال لي مين هما؟ قال لي وادي النيل والدلتا، وده بيساوي 4% بس من مساحة مصر، وكده بنلاقي ان 96% من مساحة مصر غير مأهولة بالسكان. طيب نيجي بعد كده، هو قسم لنا مناطق توزيع السكان في مصر او خريطة مصر، قسمها لاربع مناطق على حسب توزيع السكان فيها. قال لي اول منطقة هي المناطق المزدحمة، يعني زحمة جدا. قال لي مين هما؟ قال لي وادي النيل والدلتا. طيب ليه؟ ليه بيزداد تركز السكان في المنطقة دي في وادي النيل والدلتا؟ قال لي عندك لوفرة المياه العذبة زي نهر النيل، قال لي بسبب وجود التربة الصالحة للزراعة، قال لي بسبب سهولة المواصلات، عندك أنواع مواصلات مختلفة، قال لي كمان بسبب استواء السطح، هنلاقي مثلا المنطقة دي لا فيها جبال ولا فيها هضاب. طيب تاني منطقة من مناطق توزيع السكان في مصر هي المناطق متوسطة السكان، اللي هي مين؟ قال لي هي السهول الساحلية على البحر الأحمر أو السهول الساحلية على البحر المتوسط. طيب نيجي عند السهول الساحلية للبحر المتوسط، هنلاقي إن السكان هناك بيشتغلوا في أول حاجة في الزراعة، بس الزراعة مش على مياه نهر النيل، لأ على مياه الأمطار الشتوية، وناخد بالنا الموضوع ده. وكمان بيشتغلوا في الصيد، وبيشتغلوا في القرى السياحية، وبيشتغلوا في الموانئ. طيب اما بالنسبه لساحل البحر الاحمر، فالسكان بيشتغلوا في حاجتين، استخراج البترول والمعادن، وكمان بيشتغلوا في العمل بالكره السياحيه. طب نيجي عند ثالث منطقه وهي مناطق قليله السكان، ودي هنا بنلاقي موجوده في منطقه الواحات في الصحراء الغربيه. ويجي يسالنا سؤال، ازاي يوجد السكان في الصحراء الغربية أو إزاي في سكان في منطقة زي صحراء ودي صحراء؟ قال السكان هناك بيشتغلوا في حاجتين، بيشتغل أو بيمارس سكان الواحات نشاط رعي الحيوانات والزراعة، بس الزراعة في المنطقة دي في منطقة الواحات بسبب وجود المياه الجوفية. طيب تاني منطقة في مناطق قليلة السكان هي شبه جزيرة سيناء. قال لي بسبب وجود ايه؟ بسبب وجود الزراعة بالسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، تمام؟ لسقوط الأمطار الشتوية فيها. وقال لي كمان في شبه جزيرة سيناء في مناطق سياحية، مناطق أثرية، مناطق تعدينية. تعدينية معناها مناطق فيها معادن. طيب آخر حاجة هي المناطق النادرة السكان، وده هي فين؟ قال لي هي في المناطق الصحراوية أو المناطق الجبلية. طب بنلاقيهم فين في مصر؟ بنلاقيهم في محافظة الوادي الجديد ومحافظة جنوب سيناء. طب ليه السكان بيندر أو بيبقى نادر جدا وجود السكان في المناطق دي؟ قال لي بثلاث أسباب، قال لي وعورة السطح على الجبال، كمان تاني سبب صعوبة الانتقال بالصحاري، غير طبعا منطقة الوادي والدلتا اللي بتتميز باستواء السطح. قال لي ثالث سبب وأهم سبب، قلة موارد المياه العذبة. طيب بنلاقي هنا إن في علاقة قوية ما بين تنوع السكان والتضاريس، يعني التضاريس اللي هي أشكال السطح اللي هي الجبال أو الهضاب أو السهول، وتنوع النشاط الاقتصادي معناها إيه؟ إن السكان بيميلوا إن هم يحبوا يعيشوا مثلا في السهول الساحلية أو السهول الفيضية، وبيندر وبيبتعد السكان عن مناطق الجبال والهضاب.